All Access by Alin بحلقة جديدة مع Alin أزعور المر. أهلا وسهلا فيك. La vie en rose اليوم. أصلاً هالحلقة كلها هيك بترجع بتذكرنا أنه الحياة حلوة وأنه في إشي هيك فينا نستمتع فيها. بنرجع بنشوف السلابريتيز يلي اشتقنا لهم ما كتير عم نشوفهم يمكن بهالفترة على الشاشة. اليوم حلقتنا هيك بنقسمها قسمين. أول بارت رح نحكي عن فوغ أرابيا هالإهداء يلي عملوه للبنان، وبتاني بارت رح نروح لعند منى أبو حمزة على البيت ونرجع نعلق على الموضوع. خبريني شوي عن فوغ أرابيا، كيف هيك هالإهداء للبنان، هالحب يلي عطيوه للبنان من خلال فوغ أرابيا. كان هيدا العدد اسمه لوف لتر تو لبنان، رسالة حب للبنان. ومين أهم وأحلى إنه يفرجي صورة لبنان الحلوة غير ماجدة؟ ماجدة الرومي كانت على الكوفر. ماجدة الرومي صار لها 25 سنة مالنا طالعة بمجلة، لابسة هون جورج حبيقة، وليكي شو حلو. كله كان انترفيوز مع لبنانية. بس بدي أقول لك، تعرفي رانيا، نحن على طول بنحكي عن الستار، ما بنحكي ما بنضوي على اللي اشتغل معهم. مزبوط. هيدا كان خصوصي لست ماجدة، يعني دائما بتطلع مثل الملكة بس ما كتير بنفوت بالتفاصيل، بتاخذ صراحة هي هيك الوهج يعني. انعمل بين لبنان ودبي. بدي أقول لك إنه إيمانويل أرمانويل أرنو يلي هو رئيس تحرير مجلة فوغ بيعشق لبنان، كتير بحب لبنان، بقى عطول بدل بفوغ هيك لفتة للبنان. وقد ما بحب لبنان أصحابه بيقولوا له لازم نعطيك الجنسية اللبنانية بس يمزحوا معه. ماجد الرومي بهيدا العدد يعني يلي عمل برودكشن بلبنان، ماريانا وهبي بي آر بتعرفيها كلنا منحبها، تعاونت مع أمين جريساتي وساندرا شديا يلي صورت. والماجدة لبست جورج حبيقة ومن عند زهير مراد. ما بعرف إذا قطع الفيديو بعد هلأ منشوفه. سوا هنا عم نشوف. ما خلى العينين تنام، باسم الحرية بحييكن يا أهل بلادي سلام. أنا من هالشعب المغوار العايش على حد السكين، قاتل سلاطين النار ودمه عكفه من سنين. أهلي وإنتوا تاج الدار وإنتوا عكاز الأيام، من قلبي نية سلام. هالأرض المزروعة دموع مين يعني عم نسمع كمان الشعر يلي اكيد من كتابه الست ماجدة الرومي، بنعرف انه بتكتب بشكل كتير كتير حلو ورائع. وعم نشوف هيك تحضير للفوتوشوت هون. ايه هون تصور بريزيدانس دي بان. مثل ما قلت لك انه كان في بيج برودكشن بين لبنان ودبي. كان انه بتحسي هيك بتنبسطي، فخر لنا للبنان. وكان العدد كله كمان مهدى للبنانية، يعني كل الانترفيوز لكل الأشخاص يلي موجودين بهالعدد كانوا لبنانية. مزبوط، مثل هيك تقدير للبنان. وحضرتك كمان كان لك حصة. أنا كان عندي انترفيو. بدي أشكر يعني هلأ حكينا بالموضوع، بدي أشكر مانويل أرنو، بدي أشكر نادين الشاعر لأنه عزبتها كتير معي بين لبنان ودبي لحتى نعمل الانترفيو. بالعدد كان في هيدا مانويل. بالعدد كان في نادين لبكي وكثير كتار. العدد رح يصدر بتصور جمعة الجاي. وأنا وألين يعني شو قدرت تعطي رسالة من خلال انترفيو عن لبنان كرسالة حب يعني أيضا؟ بتعرفي لبنان، أنا قلت إنه لبنان مثل ما قال جبران خليل جبران، لو ما كان لبنان وطنه ما كان نقى غير لبنان. بتعرفي لبنان على طول بس تروحي وتبرمي كل العالم بتحسي هيك على طول عندك حنين بدك ترجعي على لبنان. لبنان البدايه والنهايه بالنسبه لي. لبنان بيشمل كل شيء، يعني كل شيء عندنا موجود. حرام ما نحب لبنان، اذا الناس يلي برات لبنان عم بحبوا لبنان هالقد نحن كمان ضروري نحب هالبلد يلي هو بيحضننا على طول. تننتقل لحلقه اليوم. منى ابو حمزه وين تصور الفيديو؟ منى ابو حمزه فتنا لعندها على البيت. انا بدي اشكرها كثير. بتعرفي منى ما فيكي ما تحبيها وكل العالم بتحبها. قد منا داون تو ايرث، قد منا لطيفه، قد اشتقنا لها كثير على الشاشه.
صورنا عندها بالبيت وبتشوفي وجه منى الثاني العالم ما كثير بتعرفه، المهضوم العفوي القريب على القلب. بتعرفي بأول اكسس احنا بنجرب احنا نعمل انترفيو او نظهر كذا شخصيه من كذا فيلد العالم بتحبهم اوت اوف ذا بوكس شوي. مزبوط، يعني بمحل هن يمكن ما بيشوفون غير على الشاشه، ما بيشوفون غير بعملهم بمهنتهم، حتى لو منتابعهم عبر السوشيال ميديا، بس بهالفيديوز اللي عم تحضرين لنا اياهم عم نشوفهم ببيتهم مع عائلتهم بغير صوره كليا. منشوف الفيديو سوا ومنعلق بعدين. اشتقنا لك كثير. انا كثير مبسوطه اليوم، يعني غيرت لي جو الكورونا وهيك بيت فرفح بس جيتي. عن جد يعني عن جد انا كثير مبسوطه. طيب اشتقنا لك، يعني من بين 17 تشرين الثوره وبين الكورونا، وين منى؟ كنا عم نحضر شيء وعم نحضر فورما وبلشنا بدنا نصور الحلقه صفر اللي بنقلها بيلوت بالمجال عنا، وبلش 17 تشرين وقلنا معلش يعني بنتحمل لتكون قطعت هالفترة. بس كنت نشيطة بالنسبة للسوشيال ميديا. صح، بالسوشيال ميديا عم فيش كل خلقي بالسوشيال ميديا، وبعدين رجعت اجت الكورونا، فهلأ يعني السنة بعتقد ما في حدا رح يبلش بروجرام بشكل رسمي أو بروجرام، ما حد يفكر بفورما جديد، لأنه بتعطي بعد حديث البلد ما فيك كيف ما كانت تبلشي، بده يكون عن جد شيء سيريوز. بس كان عندك إطلالة هلأ، آخر إطلالة لقلك على الام تي في، كانت كتير موفقة بحلقة سبيسيال لأولاد آدم، عن جد حلقة كتير حلوة كانت، وانت اسم الله كنت مبينه كثير حلوه. والحلو انه انا هتين سنه بتعملي حلقه سبيسيال وعامله شيء جديد انا ماني شايفته قبل ولا مطرح، انه بتستقبلي كل يلي مثلوا بالعمل. صح، وبتكرميهم كلهم، والحلو الانترفيو معهم ما بيكون هيدا الكليشيه، يعني شيء عنهم عن حياتهم مثل ما بيقولوا، بتكوني عم بتشرحي الكاركتير تبعهم بالمسلسل. كيف اجتك الفكره؟ 100%. بتعرفي الفكره كانت مع مسلسل كارين انت مين سنت الماضي، كانت اول مره كثير تاثرت فيه، كثير اثر فينا نحن اللي قطعنا بالحرب الاهليه، انا اكبر منك يعني، بقى مسنا وكان النص حلو كثير والممثلين مبدعين، فقلت انه جاي على بالي هيك اعمل لهم شيء مثل لهم ميرسي لانكم اغنيتونا هالرمضان. واتصلت باستاذ ميشيل وقلت له عم فكر اعمل حلقه تكريميه تحليليه لهالمسلسل ولنشوف ليش يعني وصل وكيف وصل بهالطريقه للعالم اللي تفاعلوا معه. بحب الدراما، انا كنت بحب لو مثلت يعني بالحياه. بتحب معقول نشوفك ممثله مثلا؟ شوفي ما بعرف if it's too late. لا بس يعني انا بحب التمثيل اذا بدك كان بالدرجه الاولى، فكان بدي اقرب اكثر شيء معقول جوزي يقبله فيه ومجتمعي يقبل فيه كخطوه اولى، وكان التقديم. بس اذا بدك الغرام الاكبر شو بيخليك تمثلي مثلا؟ القصه، الاخراج، الممثلين؟ انا بحب الكوميدي بتصدقي؟ كثير بحب الكوميدي. طب يلا يعني بهذا الريبورتاج اللي بالمسلسل اللي فتت تغلظت فيه على ماجي وعلى هيك، انه كنت كثير فرحانه. بينك انت كنت قلقت مثل ما بيقولوا، انه كثير فرحانه يعني. قالت لي، قالوا لي طلبوا مني الاعداد ناينة فا، قالت لي فوتي شو ما بدك بس تغلظي. نرجع ل ام تي في الايف ولفقره اول اكسس باي الين. نغير شويه اجواءنا يلي موجوده اليوم بشوارع لبنان، اكيد مع وقفات مستمره، لننتقل لقسم الاخبار ونشوف شو عم بيصير على الطرقات. الين انا وياك رح منتابع بالفيديو يلي كنا بلشنا فيه مع مقابلتك مع الزميله الصديقه منى ابو حمزه. كنت عم تقولي انه كنا عم نقول انه انت هلا ليتلي اكتف كثير على تويتر،
بفشلك خلقك تويتر؟ بتعرفي كان نايم لتويتر عندي صار له شي سنتين ثلاثة، لأنه عم نعمل أشياء اجتماعي، يعني عم نعمل أشياء انترتينمنت سيلبرتي دوات السنة الماضية، فقول شو بدك تحطي على التويتر؟ لحد ما طلعت الثورة، فكل الغضب وكل الانفعال اللي فعلناه مع الناس وكل إذا بدك الكبت اللي كان جواتنا طلعناه على التويتر. مبين، وأنت يعني اللي بيبين والكتير واضح انه انت بتعطي رايك بكتير صراحه بالسياسه وبشو عم بيصير بالبلد، يعني اللي بتفكري فيه بتقولي. شوف اللي بيشوفني لطيفه مثلا بحديث البلد منى رسوا وعم بستقبل واهلا وسهلا وكل واحد لطيفه على تويتر، بس بتقطع المساج بلطافه. إيه بالحياه انا اكثر يعني، وخصوصا بهيك امور يعني، بس يكون بلدك عم بيفقر الناس جوعانه هيك، ما بقى في يعني وصلونا لمحل ما بقى في ولا مزح ولا مجال لحتى تسيري، شو بدك تسيري بعد يعني، خسرونا كل شيء. في انت قطعتي بمرحله كثير صعبه بحياتك ونضلتي وظلم، يعني ظلم كثير كثير صعب الظلم. مثل ما بيقولوا حسيت انه في عالم كنت حاسيون انه قراب واصحاب خذلوك بهالمرحلة وما وقفوا حديك؟ بتعرفي بالحياة دايماً دايماً بتسمع الناس عم بيقولوا إنه أقرب الناس إلك هن اللي بيتركوك، وأكثر الناس كانوا ببيتك هن اللي بيتركوك. دايماً أنا صرت فكر إنه ليش هن، وسفري إنه ليش الناس، ما عم بحكي أخوتك أو عائلتك، ليش الناس اللي هن بيكونوا كل الوقت قاعدين عندك ومستفيدين منك إذا كنت بأي موقع مسؤولية هن أول الناس اللي بيروحوا، لأنه هيدول الناس اللي بيعرفوا يوصلوا لك وبيعرفوا يستفيدوا منك وبيعرفوا يسيروك، هن ذاتهم هول بينقلوا. الناس اللي ما بيعرفوا يوصلوا ما بيعرفوا يستفيدوا هول بيكونوا يمكن أحسن تجاهك بس بيكونوا بعاد. منى أنت public figure وتحت الأضواء، وبعرف أنه منا هيني أنك تكوني public figure وزوجة وأم، وبعرف أنه أنت perfectionist وممنوع الغلط، صح؟ كيف تقدري توفقي بين دورك على التلي وحتى بالسوشيال ميديا ومع الأولاد ومع زوجي؟ بتعرفي بس بلشت الشغل وكنا بعزين ضغطة حديث البلد أول ما قلعوا عم تبني فورما جديد، وكان لازم ضحي بناحية، فضحيت بناحية الواجبات الاجتماعية. يعني أكيد عائلتي هي أولوية وشغلي كمان أولوية. بقى هلأ شو بيقولوا، لا بروح عزيمة ولا بتفوت نشتيمة، يعني ما بدي أثر مع البيت. 3 مسكتيرز منى و 3 مسكتيرز الولاد حطيتهم ماي 3 مسكتيرز. بتعرفي أنا بس صار معنا المشكل، الولاد كانوا صغار، كانوا بعمر المراهقة، يعني عمر كتير فراجيل. يعني هن الولاد بهذا العمر ديجا بيكون عندهم مشاكلهم وديجا بتكون شخصيتهم بعدها ما تكونت، كتير برهنوا عن فروسية، كتير أخذوا الأمور بجدية، أخذوا الأمور بصدرهم، تغيرت أحوالهم المادية من فوق لتحت، تأقلموا دغري حسوا معنا، ضلوا واقفين، ضلوا صلبين، ضلوا عم بيبتسموا. بتحسي انه عم ربيت اولادك مثل ما امك ربتك؟ بتعرفي نحن ربينا بظروف حرب، مرقنا بفتره صعبه، كنا 4 اولاد، فاللي كثير استفزني وقت الثوره وقت فقدت الليره قيمتها، انه ليش عم بيرجعوا يخلوا اولادنا يرجعوا يعيشوا نفس الشيء اللي عشناه، انه خلص عيب يعني نضلنا اخذين هالبلد، لوين بعد اخذيننا؟ منى انت كنت على غلاف كثير من المجلات، صح؟ كثير كثار، صح؟ بتعرفي شيء كم مجله؟ بتعرفي ما بقدر احصيهم، لانه في اشياء مثلا نبعث لهم صور وتصدر برا ما تكون تصدر بلبنان. بهمك الارقام؟ لا، هي بهمني انه دائما بحرص انه ما اطلع بشيء اذا ما بدي احكي عن شيء. بنبسط من الاكتيف واي اوف ليفينج، يعني من الانجازات اللي صارت اكثر من انه صوره على كفر بس طلعنا. سنه 2012 جريده سي اي او من الايست وقتها كتبوا انه منى ابو حمزه من اقوى 100 امراه بالعالم العربي، صح؟ وسنة 2017 في كمان موقع ووندرليست كمان، شو كتبوا عنك؟ كتبوا يمكن كمان انه من النساء المؤثرات، الاكثر تاثيرا والاكثر جمالا،
و 2019 من النساء من ال... ايه؟ انا بالنسبه لي انت اجمل. ميرسي يا حبيبي. و 2019 بالنسخه الرابعه من كتاب The World Best of the Best and Most Illustrious Men, Women, Places, Awards and Accomplish كرموك وقالوا انه انت وكرموا كانوا عم بيكرموا شخصيات الاكثر من النساء والرجال بالعالم. اعجابا بالعالم كلهم عم بقولون ليه لانه منى انت من ليه يلي في اجماع نساء ورجال بحبوك. الحمد لله. من وين محبه الناس لك؟ هلا اذا بفرجيك السوشيال ميديا عندي 61% ستات 39% رجال، وهيدا قليل ليصير عند فيميل بريزنتر يعني او اي وجه معروف نسائي. بعتقد بمكان ما يعني بعدين صرت افكر فيها، بعتقد بمكان ما بستفزهم للستات. انت معروف عنك انك نكتجيه وعندك هذا السنس دو لومور وبدلك تنكتي، صح؟ شو صاير؟ وبعرف صاير معك كثير نفات، شو صاير هيك كم نهفه تخبرينا عنهم؟ بدك نتذكر هلا. اول شيء دائما absent minded. زوجي بيشتغل كثير، زوجي بهيج بيشتغل كثير وبيضل للعشرة بالليل، سبت احد ما في عنده دوام. بقى في مره هو حرام باعت ورا شخص، وهالشخص يعني بيشتغل شيء بالقانون وهو بهيج عايزه، يعني الزلمه منه جاي لابس ولا قاعدين عم بيحكوا بشغل، بس انا جعت. صارت الساعة 10 بالليل كل شوي سخن الاكل وانطر، سخن الاكل وانطر، فماشي بالمطبخ عم اقول دخيلكم سالوا لي هيدا بده ينام هون. بقى فهمت علي البنت، فاتت قالت له سير مدام از اسكينج ار يو بلانينج تو سبيند ذا نايت هير. فانا ما عرفت شو صار، فكرتها فاتت لم فنجان قهوه او شيء شباب عم بيضحكوا. بقى ما بلاقي غير بهيج جاي من الصالون وجهه احمر 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 وعينيه بتحسيهم طالعين 2 سم برات وجهه هيك مدورين. شو بعت يا تساله للزلمه؟ قلت له ما فهمت شو صار، فهمت يعني بهاللحظه فهمت شو صار. انا صرت عن جد اكثر مره احراج بحياتي. ما قلت لها يا عمي شو رحت سالتي؟ وبعدني لهلا بس اعرفه بشي محل بهرب، لانه بستحي احط عيني بعينه، لان كثير قلة التهذيب اللي صار. منى انت فاشن ايكون ومثل ما بيقولوا كوين ريد كاربت. ثانك يو حبيبي. قبل ما اسالك مين بيهتم باطلالاتك، انا بتذكر انه انت في هذا الفستان البلو انا كثير حبيته تبع كان بلو او هيك بلو على فيولي. انت كان يمكن 2013 صح كنت من الاوائل يلي بينعزموا بتوجه لهم دعوه رسميه على مهرجان كان، صح؟ كنت معزومه لحالك؟ عزموني اكيد. انت بتجيب البارتنر معك لما انت تكون عزيمه موجهه لإلي. في بهيج عرف انه في كان وفي سفره وبده يحمل حاله ويروح لهونيك ويحمل بدله وهو بده يوقف شغله. قال لي صار يقول لي جي خذي امك. قلت له كيف بدي اخذ امي؟ مش حلوه لإلي. دائما بفوتوا البارتنرز يعني. كيف اقتنع بغار مثلا؟ لعبتي على لعبت على شيء منتج بركه؟ لا دائما قلت له بتعرف، بس هيك قعدت عشيه انه خلص انه هو ما بده يروح. قلت له بتعرف انه بكان اكيد يعني بيكون في ناس بحبوا يتعرفوا على السليبرتيز؟ قال لي اه. قلت له ايه. قال لي دخلك نحن امتى رايحين؟ بقى هون قلت له على الريد كاربت، قلت له بهيش ما في حدا، ولا بيت عمك بنتهم عم تتجوز جوا، ولا صديقك عم بيكتب كتاب، بدنا ناخذ وقتنا. قلت له هيدي هي كلها، هو كلها اتس اباوت هالسجاده، فهلا ما تبلش فيي يلا 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 جينا نصور هالصوره هالكم صوره ونفل. بتذكر انا فستاني كان كثير حلو الي صعب الي صعب صح. وبتذكر كانت بتمثل بماما ميا وقتها لابسه سيفريد لابسه زيت الفستان، وبتذكر حتى هو ريت باتر صح. هي بنت كثير حلوه، بس هي بتلبسين نفس الفستان. هي كانت بمهرجان بالمانيا كمان مهرجان سينما، فبتفاجئ انه الصحافه يعني الاوروبيه بتكتب انه هيدا الفستان من الي صعب ومين لابسه احسن، وبيجي التصويت لمصلحتي لانه ما نحن عم نقول بيرفكسيونيست يعني مظبطه مضيقتي هيك. هي تركته مبين كانه اكبر عليا يعني، مبين مشتريته من بوتيك اللي صعب برا ومنا عم نظبطه عليه الادجستمنت صح.
طب انت في عندك فريق بيهتم باطلالاتك او لا؟ هو الفريق هون بالبيت ايمن وياسمين واياد وبهيج. حلو ايه ما حلو؟ لا على فكره يعني. تعملي سبار؟ تعملي دايت؟ ابدا. انا بضحك بضحك على حالي بقول لهم بس حمم شعري بعضل لانه بتعرفي عم بتعلي ايدك وبتفرقي وهيك يعني منا هينه ضد الجاذبيه. بتعرفي هون هو السيجمنت اسمه اول اكسس. اول اكسس يعني نحن عنا اكسس على شيء مش كل العالم فيها تشوفه او توصل عليه. وانا حبيت اعمل اول اكسس معك على الجوائز الكتار اللي عندك اياها بس جبنا شوي منه. منى تكرمتي من كذا اذاعه بلبنان. حلو صح. بيعنوا لي الاذاعات كمان كثير لانه كان السونداج مباشر فبيكون حقيقي لانه دغري من الناس. فايه في عندي هون مثل ميلودي على ثلاث سنين هون حتى هون واكثر دلتا كمان اربع سنين مزبوط ميلودي غيروا ميركس دور في جرس كوب في دلتا ميركس دور هيدي اول سنه اللي طلعت فيها وكمان وقتها اخذت ميلودي بهيدي السنه اعتبرون انه ظاهره العام. منى انت كمان تكرمت من الايوبي صح مع وقتك مع وجوه منحبها مع 50 سيد ايه ومنهم فيروز فاتن حمامه. شو بيعني لك انك تكرمت معهم وتكرمت من الايوبيه اللي انت جامعتك كمان؟ بيعني لي لانه جامعتي مثل ما قلت لك اكبر تكريم الناس انه تحبك وتقبلك، اكبر تكريم انك تقربي شيء جديد. كثير انبسطت اول شيء انك استضفتينا ببيتك وكان صار لي فتره كثير على بالي اعمل هالتشات معك. اول شيء مش استضافه هذا بيتكم والقعده معك دائما هيك بتفرح القلب. ما تخلينا كثير نشتاق لك. ان شاء الله بيزبط وضع البلد وبنشوفك ببروجرام جديد ان شاء الله سون. اذا في شيء منيح ان شاء الله ان شاء الله نبلش ان شاء الله. انا بدي اقول لك ميرسي بعد مره وما تخلي لكم مشتاق. ميرسي لكم. ميرسي ومن عادي اكيد. يعني منى ابو حمزه صديقه ولكن ام رائعه يعني اللي ما بيعرفها فعلا بحياتها اليوميه بالبساطه بالمحبه بالعطاء عن جد ما بيعرف شيء. شفنا شوي هيك هالجو بهالفيديو المسجل. شو بتعلقي انت على هالانترفيو؟ لكن منى شخص كتير مهضوم يعني بنكت يمكن على التلي بتبين بركي بحديث البلد يمكن لازم يكون دورة هيك شوي يعني عرفت مثل ما بيقولوا رسمي شوي. بس شخص كتير مهضوم كتير بيضحك استقبالها كتير حلو. بتقعد معها بتحس اللي ما بيعرفها بحس كأنه بيعرفها من 100 سنة. ومثل ما قلت انه ام رائعة يعني العائلة بالنسبة لها هي اهم شيء. بتقطع العيلة بالأول وبيجي كل شيء بعدين. صحيح. السيدة اللبنانية بامتياز يعني بتحافظ على التقاليد وبتحب الناس والاستقبال يعني واضح هيدا الشيء كمان بهالفيديو. حلو كيف عم بيبينوا هالأشخاص عن جد داخليا كمان يعني بي أول أكسس معك ألين. وحلو كمان كيف عم نرجع نضوي على اليوم ضوينا على سيدتين من أهم ناس بلبنان السيدة ماجدة الرومي طبعا بهالإنجاز الرائع يلي عملته بهالكوفر هيدا. ليكي ماجدة الرومي قد ما واحد يحكي عنها بحس على طول هيك مؤثر انك تحكي عنها. الكوفر تبع فوغ أرابيا بنرجع نحكي فيه انه كان كتير حلو. فرجة وجه لبنان فرجة ماجدة الرومي. بتعرفي كمان بهيك عمل بنرجع بنقول انه والتعاون بين اللبنانية كمان بين لبنان وبين دبي تطلع الكوفر هالقد كتير حلو. جورج حبيقة بنرجع بنذكر ميك اب بسام فتوح. برجع بشكر كمان ماريانا وهبي يلي اشتغلت كمان من هون كثير كثار. على كل حال يعني الفقره هيك بترجع بتفرح لنا قلبنا مثل ما قالت لك منى قالين انت دائما بتعطينا بوزيتيف فايبس بوزيتيف انرجي. هالفقره بترجع بتقدروا تشوفوها مشاهدينا اونلاين واكيد بتتابعوا قالين عبر السوشيال ميديا. شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. بريك وبنرجع.